حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ملف الرقيب. كما في كل أحد وثلاثاء راح نكون معكم من الآن وحتى الساعة 12 مع حلقة جديدة من برنامج ملف الرقيب. ودائما بحييكم بحيي كل اللي بيسمعونا عبر كل المحطات الشريكة لبرنامجنا. راديو ألوان من غزة، راديو الرابعة من الخليل، راديو موال من بيت لحم، راديو حياة اف ام من نابلس، كل الناس من طول كرم، راديو زين من جنين. واليوم معكم في بث حي ومباشر من استديوهات راديو مدى من أريحة. إذا راح أكون معكم أنا طلعت علي حتى الساعة 12 مع فقرات جديدة من برنامج ملف الرقيب. واليوم شوي عن الكهرباء وشوي عن غرفة تجارة أريحة وشوية متابعات لقضية الموظف اللي أوقف عن عمله يبدو بصورة غير قانونية. وأمطار الخير طبعا بتهل علينا وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وخاصة طبعا في هذا اليوم اللي يعني نحتفي فيه في ذكرى استشهاد الأخ القائد والرمز أبو عمار. إذن بذكر بأهم المواضيع اللي بنطرحها في برنامج ملف الرقيب حول الأجورة طبعا، وحول الاتصالات، وحول بعض الإشكاليات مع الغرف التجارية. هي قاعد معنا كمان اليوم مدير غرفة تجارة أريحة، وفكر طبعا مش راح نطب فيه اليوم كونه صديقنا، بس يعني راح يستغرب كمان شوي شو اللي بده يصير. على كل حال العديد من المواضيع اللي بنتابعها اليوم، راح نعطي الأولوية بصورة سريعة للقضية اللي تناولناها يوم الثلاثاء الماضي من استديوهات الرابعة في الخليل، واللي كانت حول موضوع سميناه هل هناك استبداد وظيفي في قضية الموظف في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأخ حجازي، واللي اليوم من الصباح الباكر صبح عامل زي المكوك ما بين ديوان الرقابة وما بين المجلس التشريعي وما بين ديوان الموظفين. من الثلاثاء الماضي حتى اليوم أنا عامل عليه تغطية كاملة، لسه ما في حدا في الوطن كله، ما في حدا في أرض فلسطين كلها قادر يبت قانونا هل الإجراء اللي تم من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إجراء قانوني ولا لا. أنا طبعا يعني من الصباح الباكر بحاول أحكي مع الأخ رئيس الديوان ومع الأخوة في التشريعي، لكن ما في حدا برد. قول اليوم بجوز في مناسبة كونه ذكرى استشهاد الأخ الرئيس الراحل، بنعذرهم اليوم بس مش راح نعذرهم يوم الثلاثاء القادم، لأنه إحنا موعدين اليوم يكون في متابعة. هذا موظف الآن موقوف عن عمله، إذا الإجراء غير قانوني إحنا طالبنا يرجع لعمله فورا. حتى نهاية الحلقة إذا في حدا رد علينا راح نتناول حول موضوع وقف العمل بالنسبة للموظف حجازي سمير حجازي. إذا ما حدا رد علينا راح نتابع الموضوع إن شاء الله يوم الثلاثاء كما وعدناكم. برنامج ملف الرقيب لا يمل ولا يميل حتى يصل إلى الهدف. ليس بعيدا عن المطر، وليس بعيدا عن أغاني المطر، وليس بعيدا عن الكهرباء، والحمد لله رب العالمين. في كل إطلالة يعني شوية مطر علينا في كل عام بتقدر تعرف أنه الدنيا شتت أو دخل فصل الشتاء بطريقتين. الطريقة الأولى أنك تفتح الشباك وتلاقي المطر بيهطل برا، الطريقة الثانية أنك ما تفتح الشباك لأنك جوا راح تظلك قاعد بالعتمة، لأنه دائما في كل أول شتوي في كل من كل عام شركة الكهرباء الحمد لله بتكرمنا بثلاث أربع خمس ست سبع ساعات انقطاع للتيار الكهربائي كل سنة بنفس الموعد. أنا صار عندي رغبة حتى أعمل تقرير فيديو مدته 10 سنوات وكل سنة أوثق شو اللي قاعد بصير في الشتوى الأولى. ما بدنا نقول هذا تقصير، ما بدنا نقول خلل في الصيانة، ما بدنا نقول خلل في الشبكات، بدنا نقول قد تكون هذه يعني مساهمة من الأخوة في شركة كهرباء محافظة القدس حتى يقولوا للناس كل عام وانتم بخير ويضوا شمعة. فكل عام وانتم بخير، وكل أعمدة الكهرباء في البلد بخير، وكل شبكات الكهرباء بخير، وكل سلاك الكهرباء برضو بخير. طيب الأخ كاظم المؤقت معي في الاستديو مدير غرفة تجارة أريحة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله يا سيدي، احنا ما حبينا نستغيبكم وانتم مش موجودين، أهلا وسهلا، فقلنا خليك بوجودك يعني حتى ما تكون استغابة على الأقل. أبدا حياك الله يا سيدي. أنا حقيقة وصلتني مناشداتكم من خلال الأخوة في راديو مدى، وقلنا لكم يا عمي أبشروا هينا جايين تلاكم.
حياك الله. فإشكاليات الكهرباء عندكم يبدو عم تتفاقم. التسعير الجديدة كما ذكرتوا في بيانكم اللي رفضتوها طبعا كونكم بتمثلوا مصالح التجار في منطقة أريحة، من الواضح أنه كان في اعتراض على التسعير، على الرغم أنه إحنا بنعرف أنه الأصل في هذه التسعيرة أن تقر، يتم إقرارها عادة أو مصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء. فاللي بدنا نتحقق منه اليوم أنا وياك مدى يعني صحة الإجراء اللي قامت فيه إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، وبنفس الوقت وين يعني موطن الاعتراض تحديدا في قضية البيان اللي صدر عن غرفة تجارة أريحة برفضها لرفع تسعيرة الكهرباء. يعني بداية لابد من التوضيح بأنه تحرك غرفة تجارة وصناعة أريحة بخصوص هذا الموضوع جاء نتيجة شكوى مقدمة من عدد كبير من أعضاء هيئتها العامة اللي عبروا من خلالها عن استيائهم وغضبهم من الرفع الكبير لسعر تعرفة التيار الكهربائي واللي تعدى نسبة 55%. نعم. الواقع يعني أشاروا في شكوتهم أو في شكواهم بأنه حتى في ظل موجة ارتفاع الأسعار في وطننا لم يعني ترتفع أي سلعة غذائية صناعية زراعية خدمية بهذا القدر. نعم. المغالبي ويعتبر الأضخم والأعلى، يعني 55% أكثر من 55% نسبة الزيادة هذه. نعم. يعني إحنا في الواقع ندرك تماما حجم المشاكل التي تواجه شركة كهرباء القدس من حيث عزوف بعض المخيمات الفلسطينية عن الدفع أو من بعض القرى الفلسطينية عن الدفع، مشكلة تحصيل الديون، بل أكثر من ذلك نحن حريصون على عمل هذه خدماتها، لكن يعني هذا الحرص من طرفنا لا يعني بأي حال من الأحوال. نعم. بأننا يعني مقتنعون بحجم هذه الزيادة. نعم. المبالغ فيها، احنا بنحكي عن 55% رفع، اللي كان يدفع 1500 او 2000 شيكل صار يدفع 3500 شيكل. هذا الحكي يعني هذا الحكي موثق شهري؟ نعم موثق. نعم نعم موثق بالفواتير التي وردتنا. مش نتيجة يعني زيادة استهلاك. لا ليس له علاقة محسوب الامور، يعني ليس لها اي علاقة على الاطلاق بزيادة الاستهلاك. نعم. احنا بنحكي على كهرباء، بنحكي على سلعة استراتيجية تمس عصب الحياة الاجتماعية، تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على نمو وتطور حركة الاستثمار في المدينة. نعم. بنحكي عن مواطنين يعتبروا من أكثر المواطنين سحباً واستهلاكاً للطاقة بسبب يعني أنتوا فريحة يعني المشكلة معناته المشكلة يا سيدي في أهل أريحة جماعة سحيبة يعني بسحبوا كهرباء كثير. مش المشكلة في شركة الكهرباء، المشكلة في رفع تعرفة التيار الكهربائي بشكل واضح بنسبة عالية جدا. لم تصل أي سلعة غذائية أو زراعية أو خدماتية حتى في ظل موجة ارتفاع الأسعار لهذه النسبة أو قريبة منها حتى. يعني ارتفع شوال الرز 4 شيكل 5 شيكل. نعم. المواطن دب الصوت. أنت تتخيل يعني نسبة الرفع هذه 55% جاءت في ظل تحديد الأسعار من وزارة الاقتصاد الوطني اللي بتحقق اللي بتحدد هامش الربح للتاجر. نعم. يعني من جهة هي حددت هامش الربح وزارة الاقتصاد الوطني للتاجر، ومن جهة المقابلة ارتفعت بس الكهرباء. بتقول لك انا بشتري الكهرباء من اسرائيل وببيعك اياها. انت تتعامل مع سلعة، يعني هو مش صاحب قرار بانه يرفع السعر. انت تتعامل مع سلعة استراتيجية حيوية زي ما حكيت بتمس عصب الحياة. يعني عملية حتى رفع السعر تعرف التيار الكهربائي بمقدار فلس واحد في الدول المجاورة زي الأردن يتم من خلال قنوات تشريعية واضحة. هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بترفع على مجلس النواب، مجلس النواب بيرفع على مجلس مجلس الوزراء، وبالتالي يعني يتم تنظيم هذه العلاقة بشكل كبير. طيب ناخذ ضيفنا من القدس العربية المحتل، نروح لشركة كهرباء محافظة القدس مع المهندس هاني غوشي مدير العلاقات العامة والدولية في شركة كهرباء محافظة القدس. مرحبا أخي هاني، صباح الخير والسعادة وكل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير، الله يسعد صباحكم. تحياتي، كيف حالك؟ الله يحفظكم. سيدي أنا معاي في الاستوديو الأخ كاظم المؤقت مدير غرفة تجارة أريحة. أيوة. الأخوة كانوا مبدين اعتراضهم وأرسلوا لكم بيان وبعض المراسلات حول رفع تسعيرة الكهرباء، رفع التعرفة طبعا. أيوة. كشركة كهرباء محافظة القدس شو موقفكم؟ ويعني وردا على ما ورد في البيان اللي قدموه الأخوة في غرفة تجارة أريحة، طبعا اللي بيمثلوا مصالح التجار في أريحة. يا سيدي احنا في عنا تعرفة تجارية وتعرفة بيتية. نعم. وشركة الكهرباء محافظة القدس هي لا تتحكم بالتعرفة،
التعرف عن طريق يعني صار في جديد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. نعم. وحدد شرائح، شريحة أولى وثانية وثالثة. صحيح. ونحن ملتزمون مع تنظيم قطاع الكهرباء في ناحية التسعيرة والتعريفية. نعم. مع العلم إنه فيش أي دولة في العالم إلا يعني يكون عندها توليد وهي تتحكم في التعريفية. لكن نحن لا حول ولا قوة لنا، لا يوجد لدينا توليد. نعم. هلا آخر عملية رفع للتعريفة متى حدث، يعني متى صارت، بأي تاريخ تحديدا أخي هاني؟ والله تحديدا ما أقدر أقول. بأي يعني شهر على الأقل؟ بأي يعني شهر؟ يعني هي في دائما في يعني لا نستطيع الرفع إلا بموافقة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. يعني مثلا إذا استلمنا التعريفة، يعني إحنا دائما في بداية الشهر نستلم التعريفة الإسرائيلية ويتم إرسالها وتداول مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وهو اللي يحدد التعريفة الكهربائية. سابقا كان يوجد يعني كان في كل شركة كهرباء توزيع هي تقوم بوضع التعرفة، لكن الحمد لله على مستوى فلسطين التعرفة تحدد من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. نعم. يعني آخر رفع حصل عفوا هو مصادق عليه من الأخوة في مجلس تنظيم الكهرباء. نعم. لا يوجد أي شيء، يعني ممنوع، يمنع بن عفات أي شركة يعني تعرفة موحدة للجميع. الأخوة يعني. الأخوة هنا في أريحة بيقولوا إنه الارتفاع يعني بالمقارنة مع ما كان يدفع في السابق قد تصل ل50%. معقول هذا الحكي؟ لا بتصورش يعني هذا الشيء، يعني أنا المعلومات الكافية بقدر أزودك فيها لاحقا، لكن يعني ما فيش ارتفاع، ما وصلش ل50%، ما وصل ل50%. بستطيع التحقق من هذا الموضوع يعني ونرجع. نعم. يعني يوم بكرة في كل الأرقام في هذه الموضوع. أخي كاظم، يعني الأخ هاني يعني بيوضح إنه ما في ارتفاع بنسبة 50%. يعني صار في ارتفاع تجاري على التجار. نعم. لكن النسبة لم تكن يعني ل50%. قديش يعني قديش النسبة؟ المعلومات اللي عندي أظن كان صار 72 أجورة، كانت 68 أو 63 أجورة، كانت 68 صار 72 مع الضريبة 72. يعني ما كانش فيش ارتفاع 50% عليها. القطاع التجاري أخ هاشم بعتقد هاني عفوا. نعم. أيوة. من 52 أجورة ل 72 أجورة. 52 أجورة البيتي أستاذي، بس لأريحة يعني أنا عشان أكون دقيق جدا مش حابب أحكي تفصيلية في هذا الموضوع لأن المعلومات عندي غير كافية. إذا بنزودها لأخ طلعت في يعني أنا إذا عندنا. نعم. في لقاء لاحق أو كمان شوي خلال نص ساعة أستطيع الحصول من أريحة ومدير فرع أريحة كافة التفاصيل. لا شو علاقة أريحة في الموضوع دقيقة بالله؟ يعني هو مش القطاع التجاري كله بيدفع تعريفة واحدة؟ القطاع التجاري طبيعي. يعني لكن في تعريفة لأريحة تختلف، هي تعريفة الأغوار لأنه يزودوه من قبل الأردن. أها. ففي اختلاف على في أريحة. أنتوا الأردن مش هيك؟ أيوة. أها. يعني هذا يعني ممكن إنه تكون يعني أنا تصوري، عشان هيك برضو أنا مش حابب أحكي تفصيليا في هذا الموضوع. لكن إحنا تعريفة الأغوار وأريحة لأنه مزودين من قبل الأردن وصار في ارتفاع على الأسعار في الأردن، فتبعا لذلك ارتفعت الأسعار. يعني الجماعة يعني ما لهمش علاقة في ارتفاع الأسعار أخي؟ لا لا لا، هذه بناء على التعريفة الأردنية. يعني أريحة ومحافظة أريحة تزود من الأردن. يعني أنا بس بدي أعقب أخاني، التجار في محافظة أريحة والأغوار سواء كانوا تجار أو صناع أو مزارعين، يعني نسبة تسديد ما عليهم من فواتير تكاد تصل، وأنتم تعلمون ذلك، أكثر من 100% أو بنسبة تصل نسبة 100%. غرفة تجارة وصناعة أريحة حريصة كل الحرص على استمرار هذه العلاقة الطيبة ما بينها وما بين تجارها وصناعيها ومزارعيها وما بين شركة كهرباء القدس، حريصة أيضا على الانتظام عملية التسديد في بما يترتب عليهم من فواتير. توجهنا بعريضة التجار منذ شهر تقريبا لشركة كهرباء القدس، حاولنا نجري اتصال مع الأخ هشام العمري حول هذا الموضوع. للأسف الشديد أدارت ظهرها شركة كهرباء القدس للكتب ولا للتاجر ولا العريضة المقدمة منها، لم يردنا أي جواب إيجابي أو سلبي أو توضيحي حول هذا الموضوع. عتبنا على شركة كهرباء القدس، يعني هي شركة عريقة الكل حريص على استمرار عملها وتطورها زي ما تحدث سابقا، لا يصح أن تدير ظهرها لا 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 لهذه الشريحة الهامة من المجتمع الفلسطيني، يعني وأن لا ترد بشكل مهني مؤسساتي على الكتب التي وجهت إليها. إحنا على استعداد من خلال منبر أثير راديو المدى لعقد اجتماع مع أعضاء الهيئة العامة. أنا بدي أوضح أنه إحنا لسنا خصم
في 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 هذا النزاع، ولا مجال للتهديد ولا مجال للنزاع مع شركة كهرباء القدس، ولكن من المهم جدا أن يعني تعمل الشركة في جو من الشفافية، يعني توضح من خلال. خلينا نسمع من الأخ هاني، في شفافية عندكم أخي هاني ولا ما في؟ يعني احنا خلينا نكون صريحين، لا دائما يوجد في بيروقراطية، لكن يعني كيف يعني يعني, يعني عندكم بيروقراطية نعترف فيها، لا كأي مؤسسة عربية في بيروقراطية، لكن احنا يعني دائما الواحد حلو انه يعرف وين اخطائه ويصلحها، مش يعرف وين اخطائه ويضلوا نايم عليها. نعم. يعني احنا هلا في هذه المذكرة هي وردت كشكوى، كنوع من النوع من الشكوى. نعم. احنا اصبح عندنا نظام جديد يعني تم تفعيله فقط في قبل اسبوع، اسمه نظام الشكاوي. هذا عايش بنص نظام، هو مش ارشفي ولا يدوي، نظام برنامج على الكمبيوتر، يعني اي حدا يتقدم شكوى او اي مكتوب رسمي يجب الرد عليه اقصى حد خلال يومين اسبوع بالضبط يجب الرد على هذا المكتوب. فاذا لم يتم الرد على مكتوبكم انا بايدك انه في نوع من التقاعس في هذا الموضوع، انا بايد 100%. عشان يعني يعني عفوا اخي هاني، يعني اذا كان يعني غرفه تجاريه بتمثل لها كذا الف تاجر في منطقه حيويه كما اريها، فمعناته انا كمواطن اذا جيت قدمت بشكوى يعني بجوز يعني عفوا اورثها لاولادي ليجي رد عليها. سابقا ممكن يكون في يعني في شكاوي كثير وسمعت الشركه على المحك في هذا الموضوع انه تقدم بشكوى ولا حياه لمن تنادي. عشان يخلق لك النظام الجديد هلا هو مش مؤرشفة وليس ورق، يعني احنا نتم الاسلام الورق يتم في برنامج تم صرف عليه اموال، هذا البرنامج بنص على التالي اي واحد بتقدم بشكوى ان كان مؤسسة او فرد، يعني فيش فرق بين مؤسسة وفرد، نتعامل كأنه مشترك او مشتركين، مش طبيعي الغرفة لها احترامها الغرفة التجارية، لكن هي شكوى بحد ذاتها. نعم. يجب الرد على الشكوى انه خلال اسبوع انه الموظف يتصل مع صاحب الشكوى يقول له تم استلام شكوى، نحن بصدد تم حلها او بصدد حلها، او احنا يعني يعلم المشترك ويحترم المشترك بالرد عليه. قال لا في مثلا مشاكل فنية بتحتاج لوقت، قول له عمي مشكلتك انت بحاجة لواحد اثنين ثلاثة خلال شهر شهرين، انت مشكلتك كذا كذا، يعني لازم يرد اجباري، لازم الرد على صاحب الشكوى. هلا اي الاستاذ بيحكي لي انه في شكوى من غرفة تجارية متى قدمتوها؟ ما فيش رد عليها، وهذا يعد تقاعس من شهر. هذا يعد تقاعس، وانا بوعدك انه هلا انا اتابع هذا الموضوع وانا راح اتصل معك مباشرة، حتى انا مش لقاء تلفوني، ممكن لقاء انزل على الموقع عندك نتفاهم هذا الموضوع. طيب احنا بدنا اولا يعني رد على شكوى الاخوة في غرفة تجارة اريحة، والارقام اللي ذكرها الاخ كاظم مع المقارنه بالارقام اللي حكيتها حضرتك، هو بياكد انه في ارتفاع قد يصل الى 50%، وحضرتك بتقول انه لا قد يكون اقل من هيك. خلينا يعني حتى عفوا حتى يعني طالما ما عندنا اجابه الان ما بدنا نسترسل اكثر في الموضوع، طالما في ارقام حتى على الاقل يعني الراي العام يكون على اطلاع، والاخوه الان بيسمعونا عبر المحطات الشركه يكونوا كمان على اطلاع. انا جاهز اساسا، بدنا يوم الثلاثاء ان شاء الله يكون في رد جاهز من طرفكم ان شاء الله. نرفع عليك التليفون 5-6 دقائق على الهواء، بس يعني تعطينا تفاصيل مع الاخ كاظم، يعني تعطونا شوي تفاصيل، حاول يعني صحه هذا الامر، وهل بالفعل يعني طالما الاصل بانه تعرف تكون موحده ويتم المصادق عليها من مجلس الوزراء من خلال الأخوة في مجلس تنظيم الطاقة، فيعني هل أريحة يعني أصبحت سيئة الحظ بأنها صارت تابعة على 3 دول، أو لا خلينا نقول سلطة ودولتين بتشتري الكهرباء بشكل غير مباشر من إسرائيل وبتأخذها من الموزع اللي هي شركة كهرباء القدس، ودخلت كمان الأردن على الخط، وصار ابن أريحة بده يضطر يدفع أكثر من ابن رام الله وأكثر من ابن الخليل؟ هو هذا يعني هذا أمر يعني يستدعي حقيقة وقفة حتى نشوف شو اللي قاعد بصير في أريحة والأغوار. لا هي أصلاً تم تزويد أريحة والأغوار عن طريق شركة الكهرباء الأردنية. ما هو الناس هون يا سيدي استبشرت خير إنه السعر ينزل مش يطلع. يعني قلنا إذا ابن الغور الفلسطيني بده يدفع زي ابن الغور الأردني، وإحنا بنقول فيش لا فلسطيني ولا أردني، كلياتنا في النهاية وطن واحد وبلد واحد. يعني هذا شيء يعني يثلج الصدور، لكن لما الآن بتفاجأ المزارع والصنايعي وظروفهم أنت تعلم بالأغوار كيف. يعني السعر يعني صار اعلى، لا والله خليه يهاجر على طول باصح سله ولا يروح على سلفيت ولا وين. يعني احنا تم الربط مع الاردن، كان في حين الربط مع الاردن كان سعر التيار الكهرباء من الاردن ارخص من سعر التيار الكهرباء الاسرائيلي. نعم. واستبشرنا خيرا انه سعر هيك، لكن تفاجأنا انه بعديها بشهرين او ثلاثه بلشت الاسعار ترتفع في الاردن بشكل يعني هيك سامع في احتجاجات كبيره حتى في الاردن على موضوع رفع الاسعار بتاعت الكهرباء.
يعني للاسف انه السعر في الاردن اصبح يوازي السعر الاسرائيلي. طب هو مش في اتفاقيه مع الاردنيين بخصوص موضوع تثبيت السعر؟ يعني سعر البترول اللي بيعتمد عليه الانتاج يعني الطاقه الكهربائيه في ارتفاع مستمر. يعني فيش طب عفوا يعني هذا الحكي ما كان ماخوذ بعين الاعتبار في قبل ما يعني تعملوا هالاتفاقيه؟ لا هو كان الاسعار الاردنيه كانت ارخص من الاسعار الاسرائيليه. اوكي ما كان في تقديرات، ما كان في توقعات على المدى البعيد انها ممكن ترتفع، بالتالي بس ترتفع على بناء الشكل هذا يا استاذي. يعني هلا انا بقول انه احنا لا يوجد لدينا توليد والجميع يتحكم في اقتصادنا عن طريق الكهرباء. لو وجد لدينا توليد لاختلف المنطق كله، لكن نحن طيب. انا بدي اطلع، انا مضطر اطلع بفاصل هلا اخي هاني غوشه من شركه كهرباء محطه القدس. يعني بتامل تتكرم علينا انت والاخ كاظم بس 5-6 دقائق يوم الثلاثاء القادم عبر برنامج ملف الرقيب. خلينا يعني لو تكرمت الاسئله اللي ما قدرنا نجاوب عليها اليوم لازم نطلع بإجابات عليها حتى نضع الأخوة في أريحة، يعني في إطار آخر التطورات اللي موجودة عندكم والتحليل الصحيح والاقتصادي لموضوع ارتفاع التعرفة في أريحة تحديدا. شكرا أخي المهندس هاني غوشة، كان معنا من القدس العربية المحتلة. طيب بدنا نطلع بفاصل قصير وبنرجع معكم في برنامج ملف الرقيب، خليكم معي. اسمه كتب بماء الذهب، بماء الذهب، هو حاضر وإن ذهب. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. ولد كبيرا، عاش حكيما، ورحل عظيما.